قال قائل يمتدح في حضرة النبي مخاطبا آل بيت النبي: يا آل طه، لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم، طه البشير وله أسماء أربعة: محمد أحمد هادي ومعتصم. ولد النبي على وجنتي خديه أربعة: الورد والياسمين ثم الآس والعلم. آمنت لرسول الله أربعة: الإنس والجن ثم العرب والعجم. لولاه ما كان في الإسلام أربعة: حج ومنى ثم بيت الله والحرم. صلى على خير خلق الله أربعة: العرش والكرسي ثم اللوح والقلم. صلى عليك الله يا عالم الهدى، إذ قال في حقك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات المولى تبارك وتعالى ثناء ورضوان على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلاة الملائكة دعاء واستغفار للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصلاة البشر تشريف وتعظيم لشأن رسول الله عند المولى تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه. اللهم فرج بجاه عندك ما نحن فيه. ربي لا نسألك رمض القضاء بل نسألك اللطف فيه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن تاريخ ابن شالخة ابن عابرة ابن فالغ ابن نحور ابن يعرب ابن قعطان ابن سميد ابن عدي ابن مضاق ابن عمرو ابن أرفخشيد ابن أرفخشيد ابن سام ابن نوح ابن إدريس ابن شيس ابن آدم، صلوات ربي وسلامه عليه. أم معبد الخزيعية تقول في حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا ظاهر الوضاء مضيء الوجه حسن الخلق، لم تعبه صفة تقلل من قيمته، وسيم قسيم في عينه جمال، وفي صوته أدب وأخلاق واحترام، عينه مكحلة مثل الحور العين، لا قصير ولا طويل بين ذاك وذاك، وفي عينه المهابة والرفعة، وفي لحيته كثافة ووقار، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، أجهر الناس وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب، لا تقتحمه العيون غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة وأحسنهم قدرة، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، جماله يفوق الوصف. فعرف أبو معبد أن الموصوف هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تطارده قريش، وشاء المولى تبارك وتعالى أن يمر رسول الله بخيمة أم معبد فتراه وتشاهد نوره وتشهد بعض معجزاته، فتحيي هذه العجوز وتتأثر به وتسير من أنصاره. فإذا جاء أحد من الخصوم وهي على هذا الحال من الحب لرسول الله يسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعقبه بالأذى، فإنها لم تخبره ولم تدل على شيء. ما شاء الله ما شاء الله. اسمك يا عم الحاج انت مالك بقى الاسم يا خلاص. الله بسم الله.